اولا اهلا 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 بيكم وكل حاجه رائعه وجميله وزي الفل. وانا ابدا الاول بالترحيب بضيفتي العزيزه المبتهله شيماء النوبي. خد بالك المبتهله الدينيه شيماء، اول مبتهله دينيه في مصر على بعضها. نورتينا. نور حضرتك. لكن انا مش هفتح بقي بولا كلمه غير لما اسمع نفس ذات الابتهال اللي انا وانت شفناه في البرومو. وعجبك البرومو صح؟ قلت لي انا عايزه ده، هخلي زمايلي يبعتوا لي بشرط. اول قبل ما ابدا اقول اي حاجه ولا اسالك اي سؤال، انا عايز اسمع. حاضر. ده حاضر. الليل اقبل والوجود سكون، بالليل راحة تستريح جفون، في الليل يا رب، في الليل يا ربي، وفي الأسحار ندعوك، أنت الذي أوجدتنا وخلقتنا، أنت العليم بدقة الأسرار، بيديك أنت الأمر يا رب الورى، وإليك وإليك يرجع محكم الأقدار. الله يفتح عليك. إيه ده؟ الله أكبر. الله فين الخشب اللي عندنا؟ عندناش خشب هنا. خشبة مش صناعي ده ولا أصلي مش عارفين. الله أكبر. احكي لي الحدوتة بتاعتك مع الابتهال الديني. من أنا وسني صغير جدا وأنا بحب أسمع إذاعة القرآن الكريم، بحب أسمعها بس مش عارفة أنا بسمع إيه، طبعا بخلاف القرآن طبعا. طب بسمع برموهات، أقعد أقلد شيوخ، طب إيه ده، أخش فرقة من هنا لهنا لهنا لهنا، طب إنشاد لا ده مش إنشاد، طب تواشيح آه طبعا في جزء منها تواشيح، لحد ما لقيت سكة الابتهال. ابتديت أذاكر وابتديت أن أنا أركز فيه. الحمد لله فجأة كده لقيت نفسي بقى صنفت أن أنا أول مبتهلة دينية في مصر. فجأة؟ فجأة. دي مش فجأة، وانت دخلت حتة أو زاوية أنت أكيد كنت عارفة أن ما فيش حد بدأها غيرك. آه بس لا والله أنا يعني أنا كنت كل تركيزي في أني أنا عايزة ده، عايزه النوع ده. انا معاكي بكل عقلي وجوارحي. انا ببعت لزمايلي يزودوني 10 دقائق في المعاد. كملي. بجد شكرا. شكرا. ببعت على الهواء مباشره. فحقيقي انا يعني انا عايزه ان انا النوع ده من الفن. النوع ده من الفن، ده فن الروح. فن الروح. اه هو فن. ده انت وانت بتبتهلي دلوقتي حدفتيني حدفه والله العظيم. بصي احنا نروح فاصل
نرجع، احنا فاضل لنا فاصل واحد بس اللي هناخده دلوقتي، صح يا اولاد؟ صح، عشان نقعد نتكلم بقى براحتنا. فاصل ونكمل الكلام مع صوت من اصوات السماء، استنونا. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ كله تمام يا رب الحمد لله. فانا لازم استثمر وقتي دايما كويس جدا قدر الامكان، فانا مش هضيعه. والله الابتهال فن بتاعنا احنا، ده بتاع مصر، مش موجود في الدنيا غير عندنا، بنعلمه للعالم على عيننا وعلى راسنا. فلما يبقى الفن بتاعنا، فتبقى المبتهلة الدينية بقى مصرية من عندنا، فتبقى عمليا هي مش أول مبتهلة دينية في مصر، وعمليا هي أول مبتهلة دينية في الدنيا على حد علم العبد لله. الأكيد والثابت ده بقى اللي تقدر تبحث عنه، أنها الأولى في هذا الفن في مصر. نورتينا مرة تانية يا شيخ. فين يا خديجة؟ نورك. أنا في الخير طماع بصراحة، وفي الفن طماع. أنا عايز أطلب منك طلب ما، نكمل بعدين المناقشة، بس أنا هرهقك أصلي. أنا عارف سبحانك اللهم جل علاك. أنا بحب الابتهال ده حب. اتعرض في فيلم، كان في فيلم ليلي زمان. حاضر. يبارك فيك ربنا، حضر لك الخير. سبحانك اللهم جل علاك، سبحانك اللهم جل علاك، لطفا بعبدك خالقي رحماك، يا كاشف البلوى أتيتك راجيا أرجو رضاك، أرجو رضاك، فليس لي إلاك. ما حيلتي والعجز غاية قوتي، ما حيلتي والعجز غاية قوتي، ما حيلتي والعجز غاية قوتي، ما حيلتي والعجز غاية قوتي. فإذا رضيت ليس لي إلاك. الله، أهو ده الابتهال اللي يخلي فعلا الدمعة تفر من العين قوي. تكملتها طويلة. احنا ايه احنا ما عندناش حاجة خالص، ده احنا بس عايشين برحمته. طبعا انا كملي لي الحدوتة بتاعت الست شيماء والابتهال الديني. والله يعني أصلك دخلتي في حتة، في جزء، في ملعب مسيطر عليه الرجالة. أيوة. أنت صعيدية فدماغك ناشفة وعندك روح التحدي. بس للدرجة دي؟ أنا كنت فاكرة إن الابتهال هو طبعا يعني بيقال إن الابتهال نوع من أنواع الإنشاد، ولكن الإنشاد حاجة والابتهال حاجة تانية. صحيح. والتواشيح حاجة تالتة خالص. طبعا. فكنت قاعد اقول انشاد انشاد، كمان بلاقي ان بعض الناس اللي بتغني الاغاني الدينيه هي فاكره ان ده انشاد. ده مش انشاد. ده يعني غنى. طبعا. في غنى ديني، في مديح، في ذكر، في تواشيح، في ابتهالات. حلو. دي كل حاجه وديها مدرستها اصلا. حلو. تمام. ماشي. يعني موضوع الابتهال مسيطر. دخلتي بقى ازاي؟ عملتي ايه؟ رحتي لمين؟ لا ده انا لفيت. انا كنت، لا ده انا لفيت على شيوخ كتير قوي بجد. وسمعت كتير قوي. يعني انا ما اقدرش كمان انكر فضل الشيوخ اللي توفاهم الله وانا ما حضرتهمش. الله يرحمه.
زي الشيخ النقشبندي والشيخ نصر الدين طبار والشيخ طاهر الفاشني والشيخ محمد الفيومي والشيخ محمد عمران والشيخ علي محمود. انا كنت بقعد بقفل اوضتي على نفسي واقعد بست ساعات حاطه الهيدفون وقافله النور وبسمع. طبيعي يا شباب. انت نشاتي وتربيتي في القاهره. الصعايده طول الوقت بيسمعوا انشاد ويسمعوا ابتهال ويسمعوا ذكرى يمكن ويسمعوا ذكرى اكتر. ده حقيقي. على ما يبدو انه الوالد والوالده جم بنفس الثقافه على هنا، فانت سمعتي في البيت ده مجرد تصور. بص، هو انا يعني طبعا قراءه القران الكريم زي اي بيت مصري شجعني. مامتي كانت معايا طول الوقت. حلو. يعني روحي الفرقه دي، ده حلو، ده برضو يعني فعلا كان عندها ثقافه. مش كلام من ده اطلاقا اطلاقا. انا كانت اختي الكبيره كانت بتحفظني تترات مسلسلات، انا كنت بغني تترات مسلسلات محمد رسول الله ولا اله الا الله وانا في خمسه ابتدائي وفي رابعه ابتدائي. الله برضو ده كان فكري ان ده انشاد، بس هو مش اغاني دينيه، بس اللي هو انا عماله اوصل. طب انا قربت، طب انا تمام. طب رحتي للابتهال ما رحتيش للانشاد ليه؟ مش عارفه يعني. انا حسيت ان انا الروح تتوق اللي هي عايزاه بقى. ده حقيقي. ملناش دعوه. ده حقيقي. طبعا بنشد بس قليل جدا يعني. يعني بنشد بحب الانشاد طبعا بسمعه، بس هو مش مدرستي بصراحه. ماشي. تسمعيني ايه بما اني طماع؟ ماشي. اصلا معاك حاجه للشيخ سيد النقشبندي. يا سلام. ربي هب لي هدى وأطلق لساني وأنر خاطري وثبت جناني. ربي هب لي هدى وأطلق لساني وأنر خاطري وثبت جناني. أنت قصدي وغايتي ورجائي، ما مالك الملك، مالك الملك، مالك الملك، مبدع الأكوان. الله 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 أكبر. عايزه تاخدي الابتهال وتروحي على فين؟ على العالم كله. ناوياها يعني زي ما بيتقال كده؟ ناوياها. يمكن انا بقول انواع تانية من التراث زي السيره الهلاليه، زي الفلكلور. بس الابتهال عندي ليه مذاق خاص وحته كده، طعم تاني. طبعا. يعني اوقات كتير كان بيطلب مني حفلات بره مصر في الكلور وسيره هلاليه فقط. لازم ابدا بالابتهال، ما ينفعش. ده مفيش هزار. مدرستي ممكن ألف مزيكا وأعمل مزيكا غربي ومزيكا شرقي، بس مدرسة الابتهال اللي احنا تربينا عليها ما زلت أنا محتفظة بيها. يعني بطور طبعا وبعمل فلكلور على مزيكا غربي وادخل فلكلور على مزيكا غربي. لا ده احنا لازم بقى مرة تانية تبقي موجودة ويبقى معانا المزيكا ونقعد بقى نسمع. اكيد باذن الله. بس الابتهال برضو ممكن ادخل فيه الات، ممكن اعمل فيه حاجه، ادخل فيه جزء مديح وارجع تاني وكل حاجه بطور عشان الاجيال تسمع، ولكن ما زلت بحتفظ بالمدرسه القديمه لان هي دي تراثنا، دي تراثنا. اول مره وقفتي قدام الناس تبتهلي كان رد الفعل عامل ازاي؟ الناس عملوا كده استغربوا. بنت وطالعه وتقول ابتهال وكمان بتقول حلو ولف عين. اللي هو بقى ما فيش هزار، ده احنا يعني. طيب اول مره سافرتي فيها وانت تبداي الاول بالابتهال زي ما قلتي لي، كان رد الفعل عامل ازاي؟
كان سكون، يعني الناس، انا حسيت ان الناس طارت سافروا. لان ده نوع جديد برضو بره مصر، يعني نوع الابتهال هو نوع جديد بره مصر. يعني ممكن يكون طبعا طبعا عارفين شيوخنا العظام مثلا طبعًا سافروا كتير، بس معظم الشيوخ على فكره بيسافروا كمقرئين. فمثلا انا عارف الشيخ سيد النقشبندي، فهم عارفين مولاي اللي هي فيها الحان و... صحيح، فهمتني. لكن مدرسه الابتهال لا، هي في مصر، هي مصر كل حاجه بصراحه. لو جيتي للحق يعني مفيش يعني. طيب واحنا بنتكلم قعدتي حكيتي لي، قلت لي ده انا كمان بغني السيره الهلاليه. وده بالنسبه لي برضو حدث يعني. انا رجاله برضو. يعني اللي هو طب ازاي يعني بقى، يعني الناس اللي بتقول السيره رجاله والربابه رجاله. حبيتها بصراحه، حبيتها جدا جدا، يعني حسيتها. انا بحب الفن المعصلج. دي الحاجه اللي مش يعني ده اللي هو واضح انه بتحب الفن المعصلج، وانه يكون مصري 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 حتى أوي النخاع. قوي قوي. انا 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 عندي مكان مرخصاه جمعيه اسمه جمعيه ورشه جمع التراث الفني. حلو الكلام. جمع التراث الفني بتعملوا فيها ايه؟ ورش عمل بقى في الانشاد والفلكلور والسيره والربابه والكوله والتنوره المولويه، الطنبوره السمسميه، الحاجات اللي هي خلاص قربت يعني. يعني لو ما حافظناش عليها يبقى احنا بنهد تراث بلدنا. ده انت مفتريه مفتريه يا شيماء، والله مفتريه مفتريه. طيب هو مش هينفع طبعا نسمع سيره هلاليه من غير ربابه. لا انا يعني ممكن اقول لك جزء من السيره. يا سلام. طبعا هعتبر ده الختام، يعني ده كده هيبقى مسك الختام، حسن الختام. ماشي. ينفع من غير ربابه؟ ينفع ينفع طبعا. دوسي توكل يعني على هو الله. هو ما ينفعش في حفله بس ينفع مع حضرتك. بس ينفع معانا هنا. اذا انا اقول لكم الى اللقاء، ولو كلنا العمر نتقابل السبت الجاي وكل الكلام الحلو اللي انتوا عارفينه ده. بس هسيبكم بقى مع جزء تقوله لنا شيماء النوبي مبتهلتنا اديناه نقول، بس هتغني لنا بقى دلوقتي ايه؟ سيره هلاليه ومن غير ربابه، يعني تحدي التحدي. خليكم بقى معاه. قد خاب عبد لا يصلي على النبي، نبي عربي ما لي شفيع سوى، نبي الهدى لولاه ما نعرف الهدى، قطع العدا طه بحد قنايا. ليل يا ليل يا ليل يا عين، يا ليل يا ليل يا ليل يا عين، يا ليل يا عين على أشكو لمن رفع السماء بلا عماد. إلهي تعالى مقتدر في علاه، على ما جرى لي يا ويح قلبي لما جرى، صابر على حكم الكريم مولاي. يا ليل يا ليل يا ليل يا عين، يا ليل يا ليل يا ليل يا عين، يا ليل يا عين على أستغفر الله العظيم من الخطأ، إلهي تعالى واحد لا سواه.